أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عمرو عادل أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر. وخلال احتفالية الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن تكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية تكليف رئاسي واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فعالية منع الفساد ومكافحته، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة.